لطالما كان التعليم هدف سامي للجميع، وأغلبنا بنمر بتجربة البحث عن إجابة لأسئلة لحتنقلنا لمستوى متقدم خلال رحلتنا لتحقيق هذا الهدف، وأجوبة هاي الأسئلة والاستفسارات ممكن تغير مسار حياتنا. إذا كنت دارس اقتصاد وعم تدور على جامعة تناسبك، أو هدفك تصير إعلامي رغم أنك دارس هندسة وحابب تعرف كيف ممكن تاخد منحة، أو حابب تسأل حدا عنده خبرة عن السكن اللي بناسبك بعد ما انقبلت بمنحة، أو خلصت ماستر وحابب تعرف كيف ممكن تكمل دكتوراه. إذا أنت كمان عم تسأل هالأسئلة، فنحن رح نساعدك لتحصل على أجوبتها عن طريق خدمة المستشار يلي رح تطلقها الرابطة السورية، واللي من خلالها رح نتح لك المجال للتواصل مع أكثر من 70 شخص من أصحاب الخبرة بالتعليم وبأكثر من مجال وبعدة بلدان حول العالم. كل اللي عليك تعمله هو أنك تزور موقعنا وتقوم بإدخال سؤالك، والمستشار بيوجه السؤال للخبير الأنسب ليجاوبك على سؤالك بأسرع وقت. المستشار معك لتوصل لهدفك.